السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله انا حزلنا واحد اليوم تاع 18 ماي 2021. انا حزلنا الطيور في صحة جيدة، الصغير هذاك فقط خسرناه ما فهمتش ما وكلتوش الام تاعو، الله غالب ربي يخلعين. امي الاخرين راهم في صحة جيدة ما شاء الله. نحجلو ثاني بك ونوليكم بعد الفاصل ان شاء الله. هذا الثاني ما تشوفوش هذه شويه مليحه على بس شويه بك من بعد ارتاح واحد الله يبارك بالبيع. الاخر ثاني ها بالبيع محجل ثاني ها هاي رجلو بالبيع الحمد لله حطوا مع بعضهم يكملوا ياكلوا ما شاء الله. انثى 2020 قايمه بالدور تاعها الله يبارك ما شاء الله، يعني لاباس كامل لاباس الحمد لله. هيا السلام عليكم. كنزيدو باللي التحجيل يعني الانثى قبلاته بسك فيها الذكر والانثى ايضا محجلين، تسمى ما نخافوش ان شاء الله وبالتوفيق الجزائري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.